من ساعة ما مسكت القضية دي وأنا ساكت. معلش يا خالد، أنا بعمل كده عشان شغلي، عشان القضية والله. اتحرق القضية على شغلك كله. بعدين يعني من هنا لحد ميعاد الجلسة الجاية هيحصل إيه يعني؟ لا هيحصل كتير. من هنا لميعاد الجلسة الجاية في حاجات كتير هتحصل بكرة. فكرك، أنا نزلت ياسين، ركبته الباص ورجعت عشان أعتذر لك. تعتذر لي؟ أيوة أعتذر لك. أنا آسف يا نور. يلا يا حبيبتي عشان ما نتأخرش. حالا هراجع المذكرة مع أستاذ مصطفى ونتحرك. طب ما تيجي تسلم عليه. طب ماشي، بس أنا هدخل الحمام وأحصلك. خالد بيه، صباح الخير. هي نوع مش هنا ولا ايه؟ في ايه؟ مش عارف في ايه؟ انا هقول لك. في المذكرات الحكم اللي طلع النهارده يا جماعه حكم نهائي باعدام رجل الاعمال شريف مختار. تقعديني فين؟ تقعديني فين؟ أنا مريء والله العظيم، مريء والله العظيم. تقعديني فين؟ مش عايز أموت، مش عايز أموت والله العظيم. مريء مريء والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم مريء. تقعديني فين؟ تعالي نستغرب، تعالي نستغرب والله. مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز والله العظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن إليه راجعون إن شاء الله تبارك وتعالى رب العالمين. يا برنس تمام كده؟ هو خلاص يا ايمن من قله المواضيع برضه هنطلع نتكلم عن شريف مختار وشركاته. طب وانا مال انا عمرو؟ ما انت فاهم اللي فيها يعني، وانا اللي بختار موضوع الحلقه. وبعدين اصلا موضوع البورصه ده قالب الدنيا، فيس وتويتر وكل حاجه مولعه الدنيا على الموضوع ده. انا بقول يعني هنسيب الناس دي كلها تتكلم واحنا لا؟ لا طبعا، واحنا بنعمل اي حاجه غير الكلام؟ يلا عشان نخلص. جاهز؟ انا جاهز. اتفضل. يلا يا جماعه نجهز، كله في مكانه.
طمني يا دكتور. والله للأسف يا مدام. مدام لها عندها حالة انهيار عصبي. يا سبتي انهيار عصبي؟ يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ زي ما بقول لك كده يا خالد، المدام الفترة اللي فاتت كانت بتعاني من بداية اكتئاب، وحاولنا نسيطر عليه بالأدوية، بس للأسف الحالة اتطورت ووصلت لانهيار عصبي. طب ما ينفعش تغير لها الأدوية يعني أو تديها أي حاجة تانية؟ مش كفاية يا خالد. وبعدين أنا شايف إن هي تيجي تقضي عندي يومين في المستشفى أحسن. كمان مستشفى؟ معلش، هناك هنقدر نسيطر على الحالة أكتر، وخصوصاً إن الجرعات اللي كانت بتاخدها من المهدئات بقت عالية جداً، وممكن تأثر على الحالة. والأمر يرجع لكم. هنعمل إيه يا خالد؟ والله اللي أنت شايفه صح يا دكتور أعمله. يبقى اتفقنا. حبيبتي يا بنتي. معلش يا طنط، معلش. اتفضل يا دكتور، اتفضل. مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حواديت بلدنا. أخيراً أصدر الستار على قضية رجل الأعمال شريف مختار بعد ما تنفذ فيه الحكم بالإعدام. ربنا يرحم شريف ويصبر عيلته. عائلة شريف مختار مرت النهاردة بيوم صعب جداً. فإلى جانب وفاة رب الأسرة، اتعرضت مجموعة شريف مختار الاقتصادية لهزة جامدة جداً بعد ما انهار سهم المجموعة في البورصة ووصل لأقل سعر ليه من بداية القضية. خلونا دلوقتي نشوف تقرير عن الموضوع ده ونرجع لكم تاني، فابقوا معنا. ألف سلامة عليها، إن شاء الله تبقى كويسة وتسرع عندنا بإذن الله. الله يسلمك، شكرا. معلش بس متأسف، كنت وصلنا لي بيانات الفلسطينية من فضلك. وعندنا حكاية ليها علاقة بموضوع شريف مختار. عم محمود راجل عايش مستور وشال قرشين للزمن. ليلة محاكمة شريف مختار سمع عن دليل البراءة اللي اتكلمنا عنه. قام عمل ايه بقى عم محمود؟ راح طلع الصبح مشتري بكل الفلوس اللي معاه اسهم في مجموعة شريف مختار، على امل ان شريف هيطلع براءة وسعر السهم هيوصل للسما. حتى لما شريف خد اعدام فضل عم محمود عنده امل ان يمكن المشكلة تتحل. لكن النهاردة لما شاف سعر السهم اللي وصل له في البورصة جات له ازمة قلبية. ودخل المستشفى طبعا بعد ما خسر. اتفضل. شكرا يا فندم. كده تمام؟ تسلم ايديك. شكرا. الف سلامه على المدام. الله يسلمك. شكرا. شرفتنا يا فندم. انا طلبت ان اقابل حضراتكم النهارده عشان ابلغكم ان ملف شريف مختار خلاص اتقفل، وكل حاجه لازم ترجع زي الاول وافضل. مش فاهم كلامي. واضح يا اسماعيل. الهزار اللي حصل من يومين في البورصه لازم يتوقف فورا. ايوه يا احمد بيه، بس ازاي؟ ما هو مش عشان الراجل مات يا جماعه يبقى مجموعه شركات توقف عمل، ولا ايه؟ الموضوع ده لازم يتحل وباسرع وقت ممكن. بس الناس كلها قلقانه على موقف المجموعه بعد اللي حصل لشريف. اتصرفوا، شيلوا انتوا، اشتغلوا مع سميره وزياد. الموضوع ده لازم يتحل، اعملوا اي حاجه بس يتحل. مفهوم؟ مفهوم. طيب يبقى احنا متفقين. انا عايز حمله دعم على جميع المستويات، ومن بكره حضراتكم كلكم هتنزلوا عشان تشتروا السهم بتاع مجموعه شركه شريف مختار. أنا عايز الانهيار اللي بيحصل ده يتوقف فورا والبورصة تطلع تاني. عايزين كلنا نحضر العزاء بتاع شريف مختار. إياكم حد فيكم ما يجيش. يا جيم، مش رايح العزاء ولا إيه؟ لسه بفكر. تعرف يا عمرو إن شريف الله يرحمه كان صاحبي، بس علاقتي بابنه ومراته ما عادتش اللي هي من ساعة اللي حصل. يا جمال ده خلاف شغل. احنا عملنا شغلنا وما عجبهمش. عادي يعني بتحصل. انما ده ما يمنعش ان احنا نقف معاهم بعد اللي حصل. عايز تفهمني انك زعلان على شريف؟ طبعا زعلان عليه. راجل بجد صعبان عليا. صعبان عليا اللي عمله في نفسه. مش عشان بطلع اتكلم في البرنامج يبقى خلاص ما بحسش ومش فارق معايا حد. شريف الله يرحمه زي ما كان ليه عيوب برضه ليه مميزات. الله يرحمه كان غواك طول عمره. بس انت عندك حق. طب ايه، هتيجي معايا العزاء؟ هبعد عليك غدا ونروح سوا. طيب انا مش بقى عشان عندي شويه مشاوير كده. ما تاخرش عليا بكره. أما
صلي على النبي. ايه؟ انت جيت؟ لا ياما، انا لسه في الورشة، انا لسه ما جيتش. لا طب يا حبيبي اما تيجي بقى صحي. حاضر يا حبيبتي، حاضر. قومي ياما، قومي ياما، الدنيا برد ياما، قومي نامي جوه حبيبتي، قومي. قومي، انت بتحلمي ولا ايه؟ قومي. انت ايه اللي اخرك كل ده؟ ده احنا بقينا الفجر. ما هي طالبه رغي. معلش ياما، كنت بقى يعني باكل الكلاب بقى وارش الجنين بقى يعني. خف الدم، امك دي اللي جايباك ورا. انت جميله، هو اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا انا ضربت سندوتشين في السكه وانا جاي. سندوتشات ايه؟ هو ده اكل يرم العض؟ اما قلي لك بتنجنتين. لا مش بتنجنتين يعني، حتى وانت نايمه بتحلمي بالبتنجان. الحقنه دي هتنام لحد الصبح. طيب هو ما كانش ينفع تاخد الحقنه دي في البيت؟ الموضوع مش موضوع حقنه وبس يا خالد. احنا هنا هنقدر نعزلها عن العالم كله. لا تلفزيون ولا جرايد ولا نت ولا ناس حتى. فهمت؟ روح انت وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. لا انا هقعد معاها هنا. هتقعد معاها فين؟ انا بقول لك ان هي الحقنه دي هتنام لحد الصبح. روح انت شوف ابنك وشوف اللي وراك، وانا لو في حاجه هتابعك في التليفون. طيب. تفتكر هتقعد قد ايه في المستشفى؟ يعني اسبوع اسبوعين، ان شاء الله كل الامور هتبقى احسن. شكرا يا اشرف. محسن، يا محسن انت بتعمل ايه كل ده عندك؟ يا حستي انت نمت؟ طيب يا اخويا ربنا يديك على قد تعبك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا نسرين. ليه بس تعبتي نفسك وجيتي؟ يا سلام، انت واضح ان قعدتك في المستشفى هنا غيرتك. من امتى يا بنتي بينا الكلام ده؟ لا طبعا مفيش بينا. وعلى فكره انا اصلا مش جايه جملك وبالكلام ده وازورك، انا جايه اصلا عشان اتخانق معاكي. هو ايه اللي حصل يا نور؟ ولا حاجة نسرين، بس تعبت شوية فقلت اجي اريح هنا. اه بقولك ايه، في ناس هنا جايين عشان يزوروكي. انتو تشيك اب اون يو. لا والنبي نسرين، مش قادرة اقابل حد عشان خاطري. تيل ذم يور سيلف. بقى ناس جاية لغاية عندك عشان تشوفك وتطمن عليكي. مش عايزة تشوفيهم قولي لهم انت. طب هما مين؟ واللي عرفته كمان انها دخلت المصحة عشان تتعالج بعد اللي حصل. استبدكت انها نوع؟ اه طبعا متأكد. انا حتى كمان حاولت اوصلها عشان اخد منها اي تصريح ولا حاجة، او حتى اوصل لاي دكتور من الدكاتره اللي هناك، بس مقفلين عليها جامد قوي. بس ما تقلقش انا هفضل وراها لحد ما اخد منها اي تصريح. لا لا بلاش. بلاش ليه؟ ده هيبقى سابقه وممكن نعمل حلقه حلوه جدا. بلاش يا ايمن، البنت دي اتظلمت كتير، وبعدين كفايه عليها اللي حصلها لحد دلوقتي. ايوه عمرو، بس ده شغل. قلت لك بلاش يا ايمن. ايه هتخليني اطلع اتكلم عليها غصب عني؟ يا اخي شوف لك اي حاجه تانية اشتغل عليها، ما البلد مليانه فضايح. ماشي انا غلطان. الحمد لله على السلامه يا نوح. الله يسلمك يا ياسر، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. شكرا قوي على مجيتك نوح حبيبي قلبي. حبيبتي سلامتك يا نوح، قلقتيني عليك. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ليه بس تعبتوا نفسكم؟ ما تقوليش كده، المهم طمنينا انت عليكي عامله ايه؟ ايه يا بنتي ده كله؟ ده احنا لو كنا جايين نقابل وزير ما كانوش عملوا فينا كده. وقفت بره قعدت احلف لهم ان انا دكتوره واطلع لهم الكارنيه بتاع النقابه فين وفين على ما صدقوا. انت مقبوضة عليكي والله، لو مقبوضة عليكي ما كانوش عملوا فينا كده. والله على قد ما انا متضايقه ان انتوا تعبتوا نفسكم، على قد ما انا مبسوطه ان انا شفتكم بجد. سيبك من الكلام ده، المهم انت عامله ايه؟ طمنينا. الحمد لله. بس تعبانه يا نهى. تعبانه؟ انت تعبانه ولا خايفه؟ ايه يا ياسر مش كده، نهى لسه في ايه؟ ما تسيبيها ترد. ها نهى، تعبانه ولا خايفه؟ يعني انت مش قادره تخرجي من هنا ولا مش عاوزه تخرجي من هنا؟ ياسر انا عارفه ان انت لسه زعلان مني بعد اللي حصل. انا مش جاي اتكلم في اللي حصل، ومش عايز افتح الموضوع ده تاني اصلا. انا عايز اعرفه حاجه واحده، اللي انت بتعمليه ده اخرته ايه؟ على فكره انا كمان زيك بالظبط عايزاها تخرج من هنا، بس مش بالاسلوب ده. بقول لك يا حضرتك، نوع زميلتي وانا عارفها كويس، نوع ما بتتعبش كده. نوع تغلط اه، تقع ماشي، تيجي على نفسها ده على طول، لكن تتعب لا. فيها نوع، انت هنا مش عشان انت عيانه، لا انت هنا عشان انت خايفه. ياسر ما قلنا مش وقته، بالراحه على نهى شويه. لا مفيش بالراحه، ما احنا لو جايين هنا نجامل ونطبطب يبقى نمشي احسن، وما نبقاش اخواتها بجد ولا ايه؟
خلاص يا نهى دلعتيلك شويه حلوين، عايزه ايه تاني؟ ياسر انا اول ما احس ان انا كويسه وقادره اخرج من هنا هخرج. كلام الفارغ ده تقوليه لاي حد غيري. انت لو عايزه تخرجي دلوقتي هتخرجي، بس انت قاعده هنا مستخبيه من حاجه. ايه هي؟ انا ما اعرفش ومش عاوز اعرف. لا عاوز اعرفه حاجه واحده بس، الفيلم ده هيخلص امتى؟ انت عارف اللي حصل وعارف ان انا اتسببت في موت واحد بريء. مش بسببك يا نهى، ما انت حاولت تساعديه، عملت اللي تقدري عليه وزياده كمان. بس انا كان معايا بدليل براءته واتسرق منك، يعني حاجه حصلت غصب عنك مش بمزاجك. حتى بعد ما اتسرق حاولت ترجعيه ما قدرتيش، هتعملي ايه تاني؟ الراجل مات في الاخر. اه مات، بس ده مش ذنبك انت، ذنبهم هم. بعدين ما تقعديش تلفي وتدوري، هتفضلي كده لحد امتى؟ معلش ياسر مش قصده، ياسر خايف عليكي. بقولك ايه يا ناهد، هي مش محتاجه تسمع الكلام ده، هي عارفه كويس ان انا خايف عليها، زي ما انا عارف برضو ان هي ما تقدرش تبعد عن ابنها كل ده. ولا ايه؟ يلا يلا يا ست، امسك التليفون ده وكلمي حد يخرجك من هنا. انسى يا نهى، انسى عشان الدنيا تمشي لقدام، لكن غير كده بقى سامحيني، عمرك ما هتخرجي من هنا. مرسي. ايوه يا اسطى. تعالى عايزك بسرعه. احسن ايوه يا اسطى. امسك. ايه دول؟ حرانكش، ما هيتك الاسبوع اللي فات كله لحد النهارده. بس دول شكلهم كتير قوي يا اسطى. ما انا زودتك عشان انت صرت معانا كام يوم. هو سهر بس يا اسطى، عرفه لا سهر، في بيات، في هدوم بتتقطع، في جزم بتبوظ. لو عايز تظبطني بجد زقهم 200 كمان. هاخدهم بقى وهجيب لك لبس بمعرفتي. لا يا اسطى ربنا يخليك كتر خيرك، حلوين قوي. بقول لك ايه، هو انت مروح ما تنساش تجيب حاجه حلوه للبيت بيتك. ربنا يكرمك يا رب يا اسطى، اتكل على الله دلوقتي انا يعني. لا يا خفيف، تتكل على الله ايه؟ يلا كمل شغل، يلا اجري. حاضر. اجري. حاضر يا اسطى. بص على ايه يا يلا تخبط تاني، تخبط تاني. معلش يا اسطى. حاضر حاضر. قوم روح يا خالد. بقول لك قوم روح، عادتك زي قلتها. انا خلصت شغلي وانت لسه ما عملتش حاجه. لازم اخلص اللي في ايدي الاول. يا عم قوم روح وسيبنا نعمل لك كل حاجه، كفايه عليك اللي انت فيه. محدش عارف اللي انا فيه. حاسس بيك والله يا خالد، ربنا يكون في عونك. قول لي نهى عامله ايه دلوقتي؟ احسن؟ احسن، بس لسه قدامها شويه. انا والله كنت عاوز اروح ازورها، بس انت فاهم يعني ما حبيتش افكرها باللي حصل. لا ما تشغلش بالك، بس لا تنسى. تفتكر؟ الو. ايوه يا دكتور. بتقول ايه؟ انت ليه عايزه تسيبينا وتمشي؟ ايه؟ زهقتي مننا بقى ولا ايه؟ لا يا دكتور والله مش موضوع زهق، بس انا بجد ياسين وحشني قوي، انا عمري ما غبت عنه كل ده. ما تقول حاجه يا خالد. اقول لك ايه بس يا نهى؟ اسمعيني، لو انت لسه محتاجه وقت عشان ترتاحي اقعدي هنا، وان كان على ياسين انا ممكن اجيبه وتشوفيه. لا انا مش عايزاه يشوفني هنا، انا اللي هروح له. قلت ايه يا دكتور؟ واذا كان على الدواء والتعليمات اللي حضرتك قلتها والله كلها همشي عليها. ممكن؟ ممكن بس بشرط. ايه؟ لو حصل لك اي اعراض تكلميني فورا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب انا هطلع اجهز لها اوراق الخروج واكتب لك على دواء، ولو حسيتي ان اي اعراض جات لك تاخدي منه، بس ارجوكي ما تاخديش منه الا عند الضروره القصوى. اتفقنا. بعد اذنكم. شكرا يا دكتور، شكرا. انت طبعا مبسوطه كده. طب يلا جهزي نفسك. She gets too hungry for dinner at 8. على فكره عايزه اغير العربيه بتاعتي عشان خلاص من يومي حاسه وانا مش طايقه اركبها تاني. عايزين نفكر مع بعض كده في حاجه جديده جدا. مهندس الديكور كلمني وقال لي هيبعت لك كل الكتالوجات اللي احنا عايزينها من اسبانيا عشان نبقى نختار اللي احنا عايزينه. لو واحده هنجيب العفش من اسبانيا؟ مش كله طبعا، حاجات من اسبانيا وحاجات من هولندا والاجهزه من المانيا طبعا. والفرح فين بقى؟ سويسرا؟ من غير تريقه يا عمرو، هتختار معايا ولا لا؟ ماشي بعتيهم معاكي المره اللي جايه، ولو اني عارف ان كده كده مش فارقه، يعني هنختار اللي انت عايزاه في الاخر. وانت فاكرني بخليك تنقي معايا وكده عشان تختار؟ خالص يا حبيبي، انا بخليك تنقي معايا عشان انت ذوقك وحش محتاج يتحسن. لا يا شيخ. اه والله. ماشي يا عم، تحت امرك يا حبيبي. استاذ عمرو امين، ممكن نتصور معاك؟ اه طبعا، مش متعرف في الاول طيب ولا ايه؟ انا علياء، وانا نرمين. حاجه انا صورها سيلفي. سيلفي احسن؟ اه طبعا. Merci.
ممكن افهم ايه اللي حصل ده بالظبط؟ يا حبيبتي عادي معجبين يعني فيها ايه؟ عادي ومعجبين ايه بس؟ انت تسيبني عشان تقوم تتصور مع الاشكال دي؟ حتى لو انا مش موجوده، انت ازاي تعمل كده؟ انت ما بتصدق؟ يا فريده بتتكلم معايا كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايزه، مش انت اللي هتعلمني اتكلم ازاي؟ لا يا شيخه، لو قلت لك بقى ان الطريقه دي مش تنفع معايا. وريني يا عمرو هتعمل ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ باباكي ومامتك كلموني النهارده، كانوا عايزين يجوا يشوفوكي. بس انا قلت لهم خلوها لبعدين عشان ترتاحي. استاذ مصطفى. اهلا يا خالد. اهلا بيك. ازيك يا نوح؟ ايه رايك ادخل؟ يلا بينا يلا 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 بينا. دي الشرموسه طلع طلع. يا بنت الحاج بقى لفت نفوخ، جت كنيله وانت غبيه زي ابوك. غبيه زي انا؟ انا برضو. ها محسن، وانت يا اخويا اللي جابك بدري؟ المعلم عرف عتقني بدري من الشغل واداني حسابي زياده، قلت بقى شبرع نفسي شويه واعزمكم على العشاء. يا 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 يا، طب ده انا كنت لسه بقى للبيت. البتنجان الحمد لله لحقتك. هو انت بتقلي غيره ياما؟ ياما ربنا خلق لنا نعم كتير قوي ممكن تقليها. اقلي بيض، اقلي سمك، في حاجات كتير قوي ياما ممكن تتقلي. كفايه بتنجان ابوس ايدك. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانا هعمل ايه بقى في الاكل ده؟ معلش ياما ادي لي القطه. ولا اقول لك حرام حرام يعني قلبهم يتحرق؟ حرام، خليهم لنا ناكله بكره. ناخد بس الاكل الحلو ده النهارده ونبقى نديها بتنجان بكره. طب هات هات يا فادي. خد يا حبيبتي. غير انت وتشطف على المحق. يا نهارك احوس. في ايه؟ ايوه ولا كل ده. اه يا مبزراتي، يخرب بيت سنينك كل ده. هو انا جايب لك بقره ياما؟ تعالي هنا يا بنت، تعالي هنا. ستك كانت بتزعلك ليه؟ اتشقيتي ها؟ كنت بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغني. بتغني؟ ليه؟ مخلف ناس عدرا؟ انت كنت بتغني؟ اكون من اخرك؟ الله 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 يا ستي. الله، ما انت بتعرفي تعملي قهوه كويسه اهو. امال ليه بيقولوا عليكي بنوته خايبه؟ مش فاهم. والله وحشني يا استاذ مصطفى، وحشني كلامك. لا والله يا سونا. طب لما انا وحشك قوي كده يا حبيبتي ليه ما جيتيش الشغل لغايه دلوقتي؟ قولي ارجع ازاي بس بعد اللي حصل؟ وهو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا مرمغت بسمعتك وسمعت المكتب الارض. ليه في ايه اللي حصل؟ انك انت خسرت قضيه. بس اي محامي في الكون على وجه الكره الارضيه ممكن يحصل له اللي هو حصل لك بالظبط. حتى انا نهى، يا ما كسبت قضايا ويا ما خسرت قضايا ويا ما هكسب قضايا ويا ما هخسر قضايا يا حبيبتي. عادي والله. بس عمرك ما تسببت في موت حد. مش ذنبك، مش ذنبك ابدا. فيه مليون شريف محتاجين ان انت تقفي وراهم وتساعديهم. حبيبتي تبقى النوته شاطره، صدقيني بنوته شاطره، محاميه شاطره، وانا فرحان بيكي. مش عارفه، مش حاسه ان انا هقدر ارجع محاميه دي. لا اوعي تتلمستي. انا مش ممكن اشوفك ابدا قدامي بالشكل ده. تلمستي ما تنكسرش ابدا اطلاقا. لازم ترجعي تشتغلي. الحل الوحيد ليكي انك انت ترجعي تشتغلي، تشتغلي جامد قومي وجدعي وتنجحي. كل ما تنجحي كل ما هتنسي فشلك والخساره اللي قبليها. يا حبيبتي الكتاب بيقول كده والدنيا بتقول كده. لا انا مش فاهمه، فاهميني؟ انا بحبك قوي يا استاذ مصطفى. وانا كمان. كلتي؟ وخلصت طبقي. خلصت الطبق؟ بجد؟ جدع، شطورة. عشان تكبري بسرعة تبقي عروسة كده حلوة جميلة. ودي لي بقى عاملة إيه في المدرسة يا بت؟ كويسة. أنت هتشتغليني؟ كويسة بس ما تنفعش. كويسة بتذاكري، كويسة مغلبة الأساتذة معاكي في الفصل، كويسة إيه؟ يعني شوية. يعني شوية يعني توقع. لا بجد قولي لي عامله ايه في المدرسه؟ بتعملي ايه؟ بتضربي العيال يا بت؟
بابا، هي ماما بعد ما ماتت راحت فين؟ هتروح فين يعني يا أمل؟ راحت عند ربنا. ما ازاي؟ ازاي ايه؟ ماتت ازاي؟ اصل اصحابي بيسألوني في المدرسة وما بعرفش ارد عليهم. هي كانت تعبانة؟ ايوه صح، كانت تعبانة، كانت تعبانة شويتين كده وهي راحت عند ربنا، بس هي الحمد لله دلوقتي بقت زي الفل الحمد لله. طب بابا، واحنا لما نموت هنشوف ماما تاني؟ يعني شوية. رحاب ازيك؟ انا تمام، وحشتيني. وانت كمان وحشتيني قوي. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. سمعت انك تعبانه. لا ابدا، انا بقيت كويسه مفيش حاجه، ما تخافيش عليا. انت اخبارك ايه؟ تمام. مش هتيجي تفتحي عندنا حساب في البنك؟ والله فكرتيني، ده انا عايزه اغير البنك بتاعي، اجي عندكم على الاقل يبقى عندنا حد. مش خالد كان عندنا من فتره؟ خالد جالكوا البنك امتى؟ من مده، كان عايز يأجر عندنا خزنة. خزنة؟ طب أقولك يا رحاب، ممكن تركزي معي وتسمعي اللي أقولك عليه؟ أكيد. عايزة منك خدمة. أموري. ممكن تجيبي لي بيانات الخزنة دي؟ لسه برضه مش عايز ترد عليا؟ خليها كده. طب ما انت عارف يا عمرو دي مش هتسكت. لازم تبطل عاده ان اللي عايزاه يحصل وقت ما هي عايزاه. هي دي اوسخ حاجه في فريده، ودي الطريقه الوحيده عشان تتعلم. طب وانت يعني شايف ان الطريقه دي هتجيب نتيجه؟ لنفسها يا ايمن، اللي بعمله ده هيفرق معاها هي بعدين. لكن انا بالنسبه لي خلاص فريده ما بقتش فارقه. ايوه يا حبيبتي، ايوه انا خلصت خلاص وفي السكه. ليه في حاجه؟ لا مش هتاخر، بس ليه؟ طب لما اوصل؟ لما اوصل يا نوى، لما اوصل هنتكلم. سلام. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ خير؟ متخافش، انا كويسة. طب كويس. امال ايه الكلام اللي قلتهولي ده في التليفون؟ مش مهم اللي انا قلتهولك، المهم اللي انت هتقولهولي. مش فاهم خالد، هو انت فعلا رحت البنك واجرت خزنة؟ مين اللي قالك الكلام مش ده؟ مش مهم مين اللي قالي الكلام ده، حصل ولا لا؟ ايوه رحت عادي. يعني في ايه؟ بس ما قلتليش على موضوع الخزنة دي قبل كده. والله أنا ما حسيتش يعني إن الموضوع يستاهل. بعدين أنا بقيت مطالب بأي حاجة أعملها رحت. لا، أنت مش مطالب، بس أنا من حقي أعرف إيه اللي يخليك تروح تأجر خزنة في نفس اليوم اللي إحنا الاتنين كنا بندور فيه على المذكرات. أنا لقيت نفسي جنب البنك، قلت أعمل المشوار ده وأخلص. فيها حاجة يعني؟ طب يا ترى إيه لازمتها الخزنة دي أصلا؟ عندك إيه يا خالد محتاج يتشال في خزنة في بنك؟ نوى بالراحة عليا، أنا مقدر كويس أوي اللي أنت فيه، بس مش معنى كده إن أنت إيه؟ أني ما فهمتش لغاية دلوقتي. عندك حق، أنا إزاي ما خدتش بالي إن أنت الوحيد اللي كنت جنب الشنطة يوم الجلسة؟ مرة الصبح في العربية ومرة في المكتب. تقصدي إيه؟ طبعاً الفيلم الرومانسي اللي عملتهولي وعايزة أبقى جنبك في يوم زي ده كان تمثيل. انت عايز تفضل جنبي عشان عملتك ما تتكشفش، علشان ما حدش يشك فيك. عملت فيها الزوج الشهم اللي بتجري معايا عشان ندور على مين اللي سرق المذكرات،
وعمال تتهم في الناس، مره سلامه ومره ياسر ومره محسن. مش هي دي الحقيقه؟ هي دي الحقيقه ولا لا يا خالد؟ قول لي، رد عليا. اهدي يا نهى، اهدي اهدي واقعدي عشان نعرف نتكلم. واحنا لسه هنتكلم. الراجل اتعدم يا بيه، مات خلاص، لكن حقه مش هيروح. هتدفع الثمن يا كايل.